لك فهمة ودي مكشرة ودي مقبرة ودي قاعدة ليل ونهار عشاك ربعي بس الستات ربعي بس الستات ربعي بس الستات ربعي بس الستات الله أكبر بخرتك يوم السبت ومحدش يحسد حد بخرتك يوم الحد ومنقدم السبت لقى الحد بخرتك يوم الاثنين من عين علي وحسين بخرتك يوم الثلاث من عين البت حسنات بخرتك يوم الاربع واللي يكرهنا يفرقع بخرتك يوم الخميس من عين البت لميس بخرتك يوم الجمعة واللي يحسدنا ما يوقع مساء الفل على ست الستات مساء الفل على سيد الرجالة يوم جديد وفقرات جديدة من فقرات ربع دست الستات طبعا كلكم مستغربين جدا جدا أنا ليه ببخر البلاتو يعني ما بخرتيش امبارح أصل بصراحة يا جماعة واحدة صاحبتي لفتت نظري لحاجة غريبة قوي قالت لي ايه؟ قالت لي يا مها انت دايما متعودة في اي برنامج بتجيبي مجدي جوزك يجي تقعدي تتمنظري بيه ويجيب لك تورتاية وتحتفلي بأول يوم في البرنامج طبعا انا استغربت جدا قلت لها معلش بس حصل ظرف وده عادي قالت لي لا ده مش ظرف انت محسودة محسودة؟ لا طبعا انا مش محسودة ولا حاجة طب يا ريتهم يحسدوني على طول عارفين ليه؟ علشان مجدي ما جاش علشان كان اول يوم عنده في الجزء الثالث من البيت الكبير فيا رب يحسدوني على طول بس بصراحه انا برضو بخاف من الحسد ما اكدبش عليكم وهي قلقتني جدا فقلت خلاص بقى انا اجي وبخر البلاتو طبعا انتم مستغربين ان ما فيش بخور طالع ولا نار ممنوع لان ده ممنوع ما ينفعش نعمل ده في البلاتو بس احنا حسينا ان في بخور وحسينا ان في فحم زي ما انتوا حسيتوا بالظبط عموما النهارده احنا هنتكلم في موضوع الحسد في ناس دايما بتتحسد واي حاجه بتحصل لها يقول لك ايه انا وقعت اصل انا محسود انا عييت اصل انا محسود وفي ناس تانية بتخاف من الحسد ودايما تحرج اللي قدامها طب تحرجه ازاي مثلا لما اجي مثلا ازور حد دايما كده وانتي طالعه على السلالم ورايحه خلاص رايحه بقى تزوريهم ومنشكحه كده ومودك حلو اول ما يفتحوا الباب يقول لك بسم الله ما شاء الله الله اكبر لا 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 ده احنا زرنا النبي ما شاء الله ما شاء الله عليكي ده انت حلوتي ويعملوا نفسهم بيتغزلوا فيكي وهم اصلا قلقانين من عينيكي وبيخمسوا في وشك بس بطريقه مختلفه طبعا انت مودك يتقلب تماما وتدخلي طبعا مكبوسة ولو انت حساسة من ناحية الموضوع ده ناس تانية مثلا انا اعرف واحدة صاحبتي كل ما اكلمها في التليفون الو تيجي تحكي لي مثلا على موضوع تيجي تحكي لي على انها راحت عملت شوبينج ولقت حاجات رخيصة تقول لي اقل فستان شفته ب 2500 طب انت ممكن تقولي 2500 مالها 2500 وحشة بس طب معانا فيديو اهالينا واجدادنا وافلامنا بتاعت زمان الحلوه اللي احنا مشتاقين لها وبنحبها وما بنزهقش منها ابدا كانوا دايما بيخافوا قوي من موضوع الحسد ويقولوا لك اصل الحسد مذكور في القران هو فعلا الحسد مذكور في القران بس انت حصاني نفسك مش شرط يعني لما تكوني قاعده مع واحده ما بين كل خمسه وخمسه تقولي خمسه او مثلا لو كلمتك قلت لك الله الفستان ده حلو ما بتتكسفيش وتروحي قايله لها اصل كان عندنا كتكوت ومش عارفه حصل له ايه ليه مثلا اهالينا كانوا دايما يقولوا لنا برضو احنا نرش الملح في اركان البيت ونبخر يوم الجمعه ونجيب عين العفريت ومش عارفه نحط عين الكتكوت ومش عارف ايه ابو عين زرقاء طب ما ابو عين خضراء ما احنا ممكن نحط ابو عين خضراء برضو ودايما يقولوا لكم اصل الملح ده
بي 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 بيطير اي عين بتيجي على البيت. لا طب ما هو الملح بيخرج اي طاقة سلبية في البيت ده فعلا، وناس كتير قالوا كده، مش شرط بس عشان الحسد. في ناس تانية لما تيجي تبخر تبخر بملح خشن، بصراحة انا مش عارفة ليه، بس طبعا انتوا سامعيني وشايفيني، واكيد دلوقتي هستنى تليفوناتكو علشان تقولولي تجاربكو في الحسد. معانا تليفون. الو الو، ازيك يا مدام مها؟ اهلا وسهلا. معقولة نسيتي صوتي؟ نسيتي ايام البلكونة ولا ايه؟ نسيتي حبيبتك ام كريم يا مدام مها؟ حبيبتي يا ام كريم، ازيك انت؟ انا زعلانة منك قوي قوي بقى. ليه بس يا ام كريم؟ اعرف انك عملتي الموسم الثاني من البرنامج، واشوفك امبارح كده زي اللمبه الليد منوره المحور كلها من غير ما تكلميني. انا زي اللمبه الليد. طب حلو ان انا موفره كمان. والله انا ما استغنى عنك يا ام كريم ابدا، بس استغنيتي عني واستغنيتي عن البلكونه كده برضه. انت محسساني بتأنيب الضمير قوي يا ام كريم، بس هقول لك على حاجه، احنا بصراحه حبينا نخدمك، اصل لقينا ان البلكونه الدنيا برد قوي والبلكونه هتبقى فيها هوا كتير، فانا وانت هنبرد، ايه رايك نخليها في التليفون؟ ايه خليها بقى تليفون، ما انا عندي برد على طول الشتا يا اختي كده. الف سلام عليك يا ام كريم. الله يسلمك يا روحي. ماشي يا حبيبتي، المهم ابقى معاكي وخلاص. بس على فكره عجبتني قوي فكره موضوع الحسد ده، اصل انا من صغري بيقولوا لي نجمك خفيف يا ام كريم. محسوده بقى، اصلي كل ما جنبي اروح واقعه، يقولي محسوده يا ام كريم، محسوده يا ام كريم. الله. حلوه قوي برضو فكره ان كل ما تمشي تقعي فالناس كلها تاخد على انها حسد. عموما شكرا على تليفونك يا ام كريم، وهستنى منك مكالمات كتير طبعا. حته بقى ان انا كل ما امشي اقع، على فكره ما انت ممكن ما تبقاش محسود، انت ممكن مثلا تبقى عندك مثلا التوازن بتاعك ضعيف شويه، تكون بتعمل دايت ومتوتر ومش قادر، ضغطك واطي او ضغطك عالي، لان في الحالتين ممكن برضو تبقى دايخ، يعني وارد، مش شرط قوي يعني انك تبقى محسود. مثلا عندكم ناس كتير قوي لما تيجي تذبح عجل او تذبح خروف، يقولوا لك استنى، يقول الجزار استنوا انا عايز وهو الدم سخن احط كفيني الاثنين، وطبعا لو عندهم عربيه يفضلوا يلطعوا الخمسات على صاج العربيه وبيبوظ الصاج وما بيطلعش الدم من على الصاج ابدا. او مثلا لو في بيتهم يروحوا جايين مبوظين البيت وعلى باب البيت يفضلوا يعملوا خمسات كتير. برضو نحصن نفسنا بس في سرنا. عايزه اقول لكم ان انا شفت ستات كتير قوي بيحطوا عين كبيره قوي في صدرهم، وفي رجاله برضو بيحطوا خرزه صغننه كده بحيث ان لما حد يشوف ما يتريقش عليهم، ما يعملش عليهم نمره، بس برضو في رجاله بتخاف من الحسد. مثلا عندك ناس كتير برضو تقول لك ما يحسد المال الا اصحابه. هو ما يحسد المال لاصحابه، بس المال ده اللي هو ايه؟ الفلوس بس؟ لا، في غنى. غنى، الغنى بيجي على الفلوس، الغنى بيجي على الابن او البنت، على الضنا، الغنى بيجي على العيلة الكويسة اللي بتحب بعض المترابطة، الغنى بيجي على الزوج الصالح، الغنى بيجي على انك تبقي ناجحة وبتشتغلي كويس قوي وشاطرة في كل حاجة، موفقة ما بين بيتك وما بين شغلك، الغنى بيجي في حاجات كتيرة قوي. ويفضلوا يقولوا لك لا ما تبصيش لابنك كتير علشان انت عينيك اللي هتحسده. مش معقول يا جماعة، يعني مش معقول الام مثلا هتحسد ابنها، او مش معقول الزوجه هتحسد زوجها، مش ممكن، او هتحسد نفسها بقى وتحسد عيلتها وعيلتها كلهم يعيوا ويفرفروا ويعملوا بعد الشر، يعني مش معقول. احنا معانا تليفون. الو الو، ايوه يا ندى. ايه اخبار؟ الحمد لله يا حبيبتي. الو الو ندى، علي صوتك شويه ممكن. بقول لكم انا حصل لي حوار بسبب حوار الحسد ده، يعني
كنت يعني هو حوار اهبل بس غريب. كنت عامله ضوافي اكلاريت ودخلت مكان ما يعني، وبعدين في حد سالني عن الضوافر وانها ضوافري ولا لا، وقلت انها اكلاريت كل حاجه يعني بالظبط 10 دقائق، وضوافري كلها اتخرمت من النص كده. طب والحد ده انت كنت تعرفيه؟ ولا اي حاجه، لا بنوته قابلتني يعني سالتني ضوافري دي ولا اكلاريت، وقلت لها انه اكلاريت يعني. بصي انا عايزه اقول لك على حاجه غريبه جدا، ويمكن انا مبرقه لك لان هو الموقف ده حصل معايا، وانا فعلا كنت بعمل ضوافري مره، وواحده قالت لي ده اللون تحفه، وبعد كده ضفري دوحس، وكان الضفر هيتشال من الجدر، بس انا ما حطيتش في دماغي انها ممكن تكون حسدتني بصراحه. لا اصلا بجد ما خدتش 10 دقايق يعني، هو ما خدش 10 دقايق والضفر اتخرم من النص، اللي هو مش خارمه مثلا بسبب خبطه. طب يا ندى لو يعني لو كان فات ساعه ما كانتش هتبقى حاسداكي؟ هو ال 10 دقايق هم يعني. عموما يا ندى ربنا يحميكي. طيب المهم حصنتي نفسك؟ الحمد لله بقى مع الزيتين بقى وايه وكده. طب ما تحصني نفسك على طول يا ندى. طب ايه رايكم ما تيجوا نتفق ان احنا كل ما نلبس حاجه جديده، كل ما ندخل مكان غريب علينا، كل ما نقعد مع ناس مش عارفينها ومش عارفين عينيهم، نحصن نفسنا ونقرا قران في سرنا، بس ما نحرجش اللي قدامنا. ميرسي على تليفونك يا ندى. الو الو يا هاله. الو ازيك عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي. انت عامله ايه؟ تمام زي القمر ما شاء الله يا حبيبتي، ربنا يخليكي ميرسي. قولي لي اتحسدتي قبل كده؟ والله كذا مره. كتير. لا احكي لنا بقى، احنا عايزين نسمع حكاوي عن الحسد. بصي يا ستي، انا كان يوم خطوبتي، كنت قبلها بكده بيومين ثلاثه كنت رايحه اجيب الدريس بتاعي، ما شاء الله يعني ناس كده معينه انت ساعات بتخافي منهم يعني، فشافوني وكده وقعدوا يتكلموا معايا، وانا قلت عادي يعني ما جاش في بالي، فمشيت بالعربيه بتاعتي ومشيت نص الطريق، ومره واحده اول مره في حياتي يحصل لي، لقيت العربيه وقفت وبتطلع دخان، والله العظيم انا اترعبت، وبتطلع دخان والحراره عليت جدا، انا نزلت اصلا من العربيه وجريت، اللي هو في ايه وفي نص. طيب انا عايزه اقول لك على حاجه يا هاله، هما دايما كانوا بيقولوا لما تكوني في فرحك يعني ما توريش اي حد فستان الفرح قبل ما تلبسيه وتدخلي على الناس كده كمفاجاه. فكرك يعني الكلام ده او النصايح دي اللي كانوا بيقولوها لنا ليها علاقه فعلا بموضوع الحسد؟ اديكي هو وريتي حد الفستان الفرح بتاعك. بصي هي بص ممكن اوري للناس اللي بتحبني، دي بصراحه نصيحتي لاي حد، ان انا حتى لو في فرحي في خطوبتي في حاجه اوري الناس اللي انا عارفه انها بتحبني وبتحبني الخير. بس بيقول لك ما يحسد الملل لاصحابه برضه. ايوه صح تمام. طب ما هو اصحابك اكيد بيحبوك. تمام. لا بس في ناس معينه حتى ممكن يكونوا من قرايبك من اهلك من ناس معينه ليهم كده نظرات انت بتبقي خايفه منها. مش حسد برضه، بيبقى نفسهم في الحاجه مثلا، نفسهم يبقوا زيك كده، فانت بصراحه علشان يعني تتجنبي كل ده طبعا بتحصني نفسك، بس ما تعرفهمش حاجه عنك. ما تعرفهمش حاجه انت جبتيها، عشان برضو ايه ما يعني ما تبقيش كده في يا رب هم حسدوني لا كده يعني. فالاحسن ان انت ما تعرفيش حد حاجه الا ما تكون الناس اللي قدامك دي بيحبوك جدا وبيتمنوا لك الخير. دي نصيحتي يعني لاي حد، بس والله يعني في الاول وفي الاخر الانسان لازم يكون عنده رضا شويه. يعني لازم يكون اي حد، لان بجد الظاهره دي بقت منتشره جدا في المجتمع عندنا، ظاهره ان اي حد يبص لاي حد يحسده. طب ليه؟ ما لو كل واحد راضي بالحاجه اللي معاه مش هيبص للتاني. فبجد يعني بقت ظاهره صعبه. صح انت صح يا هاله، وميرسي على تليفونك. يمكن هاله لفتت نظري برضو لحاجه تانية، كانوا دايما يقولوا لك لما يكون اما تكوني خارجه خروجه حلوه او مسافره في حته ومتصوره انت واولادك وجوزك او انت وعيلتك، يا ريت ما تحطيهاش الا بعد ما تخلصي الموضوع على طول. وساعات برضو نجوم مشهورين قوي برضو يجوا يحطوا صور ليهم ولاولادهم، تلاقيهم ماسكين البيبي وحاطين على وشه قلب مثلا، بيداروا الوش. طب ما بلاش يعني، لما احنا خايفين قوي كده يا ريت بلاش. معانا تليفون. الو الو يا حمدي. الو. ايوه يا جماعه اهلا يا حمدي، عامله ايه؟ الحمد لله. الاخبار تمام؟ الحمد لله الحمد لله. اتحسدت قبل كده؟ والله اتحسدت. اكتر موقف لما جبت اللابتوب بتاعي الجديد
وما شاء الله الناس عرفت وكده، وكان في واحد بقى كل شويه يقول لي انت اللاب بتاعك عامل ايه ومش عارف ايه. والله بعديها باسبوعين بالظبط اللاب الشاشه اتحرقت والبطاريه بتاع اللاب باظت. والله كان مع ده موقف. اي الموقف الثاني بقى، كنت في الثانويه العامه وكنت لابس قميص وواحد صاحبي برضه والله دي القميص حلو ومش عارف ايه وكده. المهم وانا داخل من الباب والله القميص اتقطع شبك كده في ال لا يبقى انت بقى قطع. يبقى انت زي ما بيقولوا بقى نجمك خفيف وبتتحسد على طول. والله لا، وكمان نفس ذات الصاحب ده اللي هو بعد اربع سنين برضه شافني وشاف جاب كنت جايب موبايل جديد وقال لي ما شاء الله ده غالي ومش عارف ايه. والله العظيم روحت كنت بذاكر الشاي كاب على التليفون والله سمعه باظ. عارف الحل بتاعك ايه؟ اوعى تجيب حاجة جديدة بعد كده ابدا، البس قديم في قديم. هو ده احسن حاجة. ميرسي على تليفونك، انا بشكرك جدا. شفتوا يا جماعة، شفتوا الناس لطيفة ازاي، والناس فعلا معتقدة ان الحسد موجود. موجود، بس انا رأيي تحصني نفسك وتقري قرآن وما تجرحيش اللي قدامك. احنا طبعا النهاردة عندنا فقرات حلوة قوي وهتعجبكم ومفيدة جدا جدا. عندنا الدكتور احمد صلاح اخصائي تجميل وزراعة الاسنان، عندنا الدكتور وائل عوني المتحدث الاعلامي لمبادرة مصر الرشيقة والخبير بانظمة التغذية واعشاب الطب البديل ووكيل اللجنة الاعلامية بشبكة اعلام المرأة العربية. يلا فاصل.